احنا ناخد بعضينا برابطه المعلم ونطلع على المعلمه فوزني استسمحها، وان قالت لا نطلع برابطه المعلم على الجنتل نشتكي له من عمايل شداد وعنطر. والله انت راجل طيب وعلى نياتك يا ملاك، هنروح نشتكوا الحرامي الشيخ المنصر. طب وهنعمل ايه؟ ده المهله اسبوع، ولو معلم بشر ما وداش السمك هيدفع الغرامه. لا لو املك الغرامه كنت رميتها لهم على الجزمه. من يوم اللي حصل واحنا جايز فينا فاتح بيته بالضالين وتحويشة الايام البيضة صرفناها في الايام السوداء. طب ما تيجوا بينا يا معلمين نطلع احنا على السويس ونحاول نجيب سمك من حبايبنا اللي هناك. اذا لقينا اللي يدينا السمك مش هنخلص من مرازيط شداد في السكة. ده لو لقينا عربية وسواق يرضى يعتل لنا السمك من مينا. ولاد الحرام كتير هناك في المينا، وأولهم دنجل في توة عنتر، وبعدين مفيش أي عربية غريبة هتقدر تدخل مينا تشيل سمكة من هناك. ده لو في راجل ذكر في الصيادين رضي يدينا سمك. اللي بيكسر كلمة شداد بتتحرم مراكبه وعتبة رزق الصياد مركبه. عشان كده كله بيقول حاضر وأمين ومطاطي. ما تقوم بينا يا معلم نطلع على المستشفى ونطمن عليك برضو. اللي ضيعته الأيام والسنين هترجعه المستشفى. اسكت يا ابني اسكت. ما بقول يا جماعة ما تيجي ناخدها من قصيره ونبيع المحلات ونفارق. وأنا مش هسيب بنت بطولها ومديونة. كلام اللي هتقوله ده يا باشا؟ أما اللي زعلت ليه لما المعلم عثمان جالك ده ووقفت له؟ فعشرت عوام يا معلم منسي، واللي ايده في الميه مش زي ايده في النار. صباح الخير يا معلم عنتر. صباح الورد على الوردين. اموريني يا ست البنات. اديك رميت الحبل اللي تعرف تجيبني بيه، واديني جيت لك لحد عندك. يعني قلت يا مين اجيب ابويا وعدوله وفوز ونمد ايدينا بالفتحه وما تتردش؟ لا قريتني غلط يا معلم عنتر، مش دهب بنت المعلم بشر اللي تيجي بالغصب. انا جاي لك عشان حاجه تانيه. عمري انا جاي استسمحك بالاصول والعشره انك تاخر لنا ميعاد توريد السمك شويه لحد ما ربنا يفرجها. من العندي زاد ومن العندي ميه. غصب والله يا دهب. خلينا احنا صبرنا عليكم. البضاعه بتاعتكم بتتورد استيراد، يعني للخواجه، والخواجه ما عندوش يا مرحميني. ولا المعلم شداد عنده يا اختي يا مرحميني، ده سم بدني انا وفوز على الفطار، وبعت البت هانم تسن الساتور والسكاكين، وحالف يقطع من جدتنا نسايب عشان قلنا له اصبر على المعلم بشر. واحنا يا اختي اتنين ولايه غلابه متجوزين راجل قادر. ولا سن كويس يا عايزه يجرح ما يذبح. يلا يا اختي عدوله نمشي من وشه السعاد. يلا يلا شفت العنف الاسري اللي انا عايش فيه؟ اسمعي ده مهرك هيكون محل ابوكي، وابويا مش هيقدر يقول لا في الحوار ده، ايه رايك؟ ونبي يا اخويا انا طول عمري عارفه ان الذهب بالجرام والحديد بالكيلو والرجولة بالجدعنة والمواقف. وانتوا الصنف ده شاحح عندكم. وماله؟ نبعت نجيب الفلوس كتير والحمد لله يا ده. أنا قدمت السبت ومستني الحد. هو أنا لو قدمت السبت وما لقيتش الحد أقدر آخد السبت بتاعي عادي، ولا يبقى كدرة عليا. روح على المحل بتاعك ده. يلا روح على المحل. يلا ايدك تطول بالي يقصر وانت مجرب ودايق. هات اخرك. تعرف تجيب حاجات كتيرة قوي بس ما تعرفش تجيب اخري عشان انا ماليش اخر. تعال اسمع يا ابو. يا ابني انت مش الفرشاجية بتوع السوق قالوا لك تفارق عشان ياكلوا عيش؟ انت ايه اللي راميك علينا؟ ولا البعيد ما عندوش دم خالص؟ سيب ناكل عيش عشان ما افتريش. كلمتين ابرك من جرنان. اللي ليكوا عند المعلم بشر سمك،
وقبل اخر الاسبوع هكون جايب السمك ومورده، واللي هيتعرض لي هتعرض له. امين يا معلمين. ايه الحلاوه دي يابا؟ انا مندهش. لا اتقل على الاندهاش عشان لسه التقيل ما جاش. ابا يا رئيس الامر.